بالنسبه للمقابله اللي فيها، لان كانت مقابله لكاس افريقيا ديال اول مقابله وفي داخل الميدان، من لازم انه نحقق 3 بوان، يعني دار عمل كبير من بعد ما كانت واحد القراءه كبيره وطويله وفريق الخصم. وحنا فريق الخصم عندي واحد تجربه كبيره في هذه المنافسات هذه. المهم ندخل ديك المقابله، بفعل ان الحمد لله انا جرينا كيف ما بغينا، كيف ما استنا ليها وكيف ما خططنا ليها. على الاقل في الشوط الاول انه كما كنقولوا نوقفوا الفريق الخصم، نحاولوا نغطوا عليه سواء بالكره ولا بلا كره. الشيء اللي يخلي فريق الخصم انه يدير اخطاء ونخسروا الاخطاء ديال فريق الخصم، لان كما قلنا شرنا بعد القراءه عرفنا ان لا في بليس ديال ليكيب ديال فريق الخصم كاين في عمق الدفاع، ولهذا الحمد لله انه كانت كما كنقول ابليكاسيون مزيان ديال اللاعبين، وطبقوا وصلنا للهدف ديالنا في المقابله. بالرغم ان انا شخصيا ان ماشي ما نقولوش مرتاحين، وانما كان نكونوا احسن، لان الاهداف اللي ضاعوا كانوا كثار، كنا في المقابله تكون احسن، لان في الاخر خصنا نفكروا في الكره فيلاج، نفكروا في لي ديتاي صغار. نتمنى نشتغلوا على الامور هادو ونكونوا احسن في المقابلات الجايه، وفي نفس الوقت جفينيسيت ليكيب ادفيرس يعني نضاء على الروح الرياضيه ديالهم والتعامل ديالهم في الملعب، سواء داخل الملعب ولا خارج الملعب. و بون شونس بور تو الموند.